ولكن في البداية دعونا نبدأ بمعرض ديارنا التي تستمر فعالياته تحت شعار قريبين ولو بعاد حتى 1 أكتوبر المقبل في منطقة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة. هذا وتحل دولة ليبيا الشقيقة ضيف شرف المعرض. على كل حال للمزيد ينضم إلينا الآن مراسل إكسترا نيوز من محل انعقاد المعرض لهذا العام محمد بهاء. محمد أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة لمراسلي إكسترا نيوز وآخر التفاصيل المتعلقة بمعرض ديارنا هذا العام والذي يأتي تحت شعار قريبين ولو بعاد، تفضل. تحياتي لك نانسي ولسادة مشاهدي اكسترا نيوز في كل مكان. نعم، لليوم الرابع على التوالي بيستمر اقبال الزائرين على معرض ديارنا للحرف اليدويه والتراثيه. هذا المعرض الذي ياتي تحت رعايه السيده حرم رئيس الجمهوريه وتنظيم وزاره التضامن الاجتماعي، وبدات فعالياته بالفعل في 21 سبتمبر الجاري ومستمره حتى نهايه هذا الشهر، ويقام في مدينة 6 أكتوبر على مساحة 3000 متر مربع، ويشارك فيه نانسي نحو 380 عارضا من 13 محافظة من محافظات الجمهورية، البحر الأحمر، في الوادي الجديد، بعديد من الأجنحة من العارضين من 13 محافظة. ويأتي ضيف شرف هذه النسخة من معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية دولة ليبيا الشقيقة، والتي تشارك بجناح خاص في المعرض بمجموعة من العارضين الليبيين للمنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، والتي بالطبع تعكس الثقافة والحضارة الليبية. ومشاركة ليبيا نانسي في هذه النسخة من المعرض بيعد تأكيد على توثيق التعاون الوطيد والقديم بالطبع بين البلدين، لا سيما أيضا في قطاع الإنتاج والتسويق، خاصة وأن المعرض بيهدف في الأساس للتسويق للمنتجات والحرف اليدوية والتراثية ودعم الصناعات المكملة لهذه الحرف اليدوية والتراثية بالطبع. يعني المعرض بيشمل العديد من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، عدد من منتجات اليدوية كالمنسوجات والمفروشات الأرابيسك والإكسسوارات المنزلية، في أعمال من الكروشيه، أعمال من النحاس، أعمال من الفضة، أيضا أعمال من الألباستر. كل هذا نانسي تستطيع أن تجديه في معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الذي يقام في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. يعني بيعد بالتأكيد فرصة جيدة للزائرين لقضاء جزء من العطلة الرسمية وشراء عدد من منتجاتنا المتنوعة في محافظات الجمهورية من الحرف اليدوية والتراثية، والتي بالطبع تعكس الحضارة المصرية، وبالطبع أيضا مشاركة دولة ليبيا الشقيقة بمجموعة من العارضين الليبيين أيضا بيعكس هذه الثقافة والحضارة الليبية. أيضا هذا المعرض بيعد فرصة جيدة للعارضين لتسويق منتجاتهم، وأيضا في الأساس وفي الهدف الأساسي بالطبع هي دعم الصناعة المحلية ودعم بالطبع الصناعات المكملة للحرف اليدوية والتراثية. على أي حال المعرض مستمر ويفتح أبوابه للزائرين من 10 صباحا وحتى 10 مساء، ومستمر حتى نهاية هذا الشهر في استقبال زائريه من كل مكان. نعم محمد بهاء، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من تفاصيل، وبالتأكيد متابعين فعاليات هذا المعرض حتى انتهائه في 1 أكتوبر القادم. شكرا لك جزيلا محمد بهاء.